يشكل الصيام بالنسبة لمرضى السكري معضلة للبعض، بينما يعتبر البعض الآخر فرصة لضبط النفس والتخلص من عادات غذائية سيئة. وبسبب الوضع الصحي الخاص بهم، هناك شروط وقواعد للصائم المصاب بمرض السكري، وذلك بحسب حالة المريض وعمره، وبيلعب دور تفاصيل كثيرة رح نتعرف عليها مع الدكتورة لمع حديد، أخصائية غدد صم وأمراض سكري. صباح الخير دكتورة، ورمضان كريم. كل سنة وانتم سالمين. أهلين، أهلا وسهلا فيكي دكتورة. بالبداية كنا عم نحكي تحت الهواء، طلعنا تقرير عن الحلويات الرمضانية، يلي خلينا نحن نحكي كواقع أنه كل العالم برمضان بالذات يعني كمان بتتصدر الحلويات موائدها، ولكن كنا عم نحكي تحت الهواء أنه كل شيء له أضرار، كل شيء زايد له أضرار، وأنتم كأطباء بتنصحوا بكميات معينة. بداية خلينا نحكي عن من هم مرضى السكري اللي بيقدروا خلال شهر رمضان انه يتناولوا الحلويات. كلياتنا بنعرف انه شهر رمضان المبارك هو هالشهر اللي عم يجينا كل سنه مره، كلياتنا كمسلمين بنرغب انه نؤدي فيه الفريضه المهمه كثير، هي فريضه الصيام. ولكن مثل ما نحن مفروض علينا الصيام، بالمقابل هناك رخصه للافطار عند المريض. بشكل عام المرضى لهم رخصة بالإفطار، لأنه قد يكون هالصيام هو مضرة وقد يؤدي إلى نتائج سيئة، يعملنا اختلاطات تكون سيئة على المريض في نهاية الشهر الفضيل. لذلك لازم الشخص اللي عنده سكري يزور طبيبه ليقرر له هو، لأنه الطبيب هو الأدرى بأنه هالمريض قادر على الصيام أو غير قادر على الصيام. يعني ما فيني أنا أحكي بحكي قواعد عامة أساسية، ولكن هناك لكل حالة شيء خاص. فبننصح كل مريض السكري انه يزور طبيبه فتره ما يقارب اسبوعين لثلاث اسابيع قبل شهر رمضان المبارك، لحتى يتقيم وضع المريض ويتحدد هل هو قادر على الصيام او لا، لازم يكون يفطر يعني ما في مجال للصيام، او ضمن شروط محدده، اضافه لانه نعمل بعض الفحوص المخبريه اللي هي بتساعدنا على تحديد الحاله العامه الاستقلابيه للمريض، اللي هي بدها تحدد انه انا بقدر صوم، في شروط معينه، في نظام للادويه لازم نحن نتبعه. يعني الادويه ما بتبقى مثل ما نحن بنضل عم ناخذها خلال الايام العاديه، لا في شيء بده يصير بعد الافطار. نحن مثل ما بتعرفي هي في تغيير بروتين الحياه كامل خلال شهر رمضان. الوجبات هي حتكون وجبتين فقط، حيكون في عندنا عدد ساعات الافطار هي اقل من العاده من الوقت العادي، حياتنا، النوم، الحركه كلها بتختلف. فلذلك وفق هالشروط هي نحن بنطبق لكل مريض شيء معين. القواعد الاساسيه طبعا هي في بعض الاشخاص السكريين طبعا نحن بنقول هدول ممنوعين نهائيا من الصيام. اكيد هذا الشخص لما بده يصوم هو ما في عليه اي مشكله، لانه هو يعني هي رخصه انه يكون يصير عنده افطار، لازم بيدفع الكفاره تبعه اللي هي كمان الى ثواب والى شكل من اشكال التكافل الاجتماعي. صحيح. هي حتساعد شخص اخر لحتى يؤدي هالفريضه هي. فالشخص اللي هو سكري النمط الاول، السكري اللي بيكونوا عم يستخدموا الانسولين وبجرعات كبيره قد تتعدى جرعتين لثلاث جرعات يوميا، اكيد بعدد ساعات الصيام اللي هو عم يتجاوز ال 14 ل 15 ساعه ما له يقدر يكون قادر على الصيام بشكل صحيح، له يتعرض للاختلاطات اللي هلا ممكن نحكيها بعد شوي. الشخص السيده السكريه الحامل كمان، هي السيده كمان الصيام حيكون صعب عليها. الطفل السكري كمان ما هو شخص مكلف بالصيام. نعم. الشخص اللي في عنده خلال 3 اشهر السابقه للشهر الفضيل قصه نقص سكر شديد او نوبه ارتفاع سكر شديد، نوبه بنسميها نوبه حماض خلوني سكري، هي كلها شغلات اكيد نحن بتخلي الطبيب يخبر مريضه انه اكيد انت شخص غير مكلف بالصيام، ولانه هالصيام هذا حيكون سبب لحدوث اختلاطات لاحقا ومشاكل هي يعني بغنى نحن عنها خلال شهر الصيام. نعم دكتورة، الكبار بالعمر دائما إقناعهم بيكون صعب جدا. مزبوط. إنه ما فيكم تصوموا، أنتم عم تعانوا من السكري، عندكم أدويتكم، جسمكم ما بيتحمل. ولكن نحن شو الطريقة الصحيحة إذا ولا بد هن أصروا إنه بدهم يصوموا ومعهم سكري، شو هي الطريقة الصحيحة يلي نحن فينا ندير بالنا عليهم إنه يصوموها هيك؟ نحن هذا اللي بنشتغل فيه بشهر رمضان، إنه هدول الأشخاص اللي هن مصرين على الصيام رغم كل النصائح ورغم انه نحن بناكد لهم انه ممكن يكون في مخاطر، فبدهم يصوموا. كيف بدهم يصوموا؟
مثل ما ذكرنا انه نحن الادويه لازم يكون في لها توزيع معين مختلف عن ايام الافطار، فلما لما بده يصوم الشخص كميه الدواء لازم اللي بياخذها عند الافطار الصباحي يصير بده ياخذها عند قبيل الافطار عند المغرب. الوجبه الثانيه اللي بياخذها اللي احنا غالبا مرضانا بيستخدموا نوعين قسمين من الادويه صباحي ومسائي، الجرعه الدوائيه المسائيه لازم ناخذها قبيل السحور، وغالبا بيتم تخفيض هي الجرعه 25 ل 30% من كميه الدواء اللي نحن عم نستخدمها لمريضنا. لازم المريض ما يكون مثل الشخص العادي عم يتناول وجبة فطور ووجبة سحور فقط، لازم رغم انه هو صائم بده يقسم الوجبات، يعني بده يكون في عندنا سناكين، بده ناخذ وجبة فطور، بده ياخذ وجبة مسائية حوالي الساعة 11-12 وبده يتناول السحور. لازم يبكر بالفطور قدر الامكان ويتأخر بالسحور لآخر وقت. ابدا ما يستغني عن وجبه السحور، لانه بدنا ناخر قدر الامكان الفتره، بدنا نخفف الفتره اللي هو فيها صائم. لازم يتناول كميات كبيره من الماء، لانه من الاختلاطات اللي كثير بنشوفها خلال فتره الصيام هو التجفاف، والتجفاف هو حيؤدي لنا لمشاكل مشان الكليه، هو اللي بده يعمل المشاكل بالخثارات والتجفاف عند المريض اذا صار في عندنا تجلطات وخثارات نتيجه التجفاف. فالاكثار من شرب الماء بكميه كبيره بالفتره اللي نحن متاحه لنا واللي نحن فيها فطرانين. الابتعاد عن المأكولات اللي ممكن هي تؤدي للشعور بالعطش، مثل ما ذكرتوا حضرتكم أكل الحلو، كميات كبيرة من الحلويات بالأساس هي ممنوعة عند الشخص السكري، فإذا أخذ الحلو كمان حيكون زيادة بالشعور بأنه بحاجة للحلويات. أكل الملح، أكل الدهون والدسم، طبعا نحن بنعرف برمضان بيكثر كثير انواع المآكل وكميات المآكل صح. فلذلك بس لازم بس السنه سفرنا شوي هيك متواضعه بسبب الظروف، يعني فيمكن هو هذا شيء صحي، يعني كل ما اقتصرنا على نوع واحد من الطعام هو صحي اكثر، نضل محافظين على نظامنا مثل ايام العاديه، ايام مثلا شو وجبه الغداء تكون هي وجبه الفطور بدون التنويع الزائد اللي هو قد يؤدي الى مشاكل هضميه، اضافه لانه في عندنا مشاكل مثل ما عم نذكر بخاصه عند الشخص السكري صح. والمشروبات اللي خاصة برمضان اللي كتير نحن بنشوفها، التمر الهندي، العرقسوس، العصائر بأنواعها، أكيد نحن ما يعني ممنوعة من عند الشخص السكري وبشكل قطعي، لأنه هي غنية جدا بالسكريات وبدها تؤدي لرفع شديد برقم السكر. فنحن بنسمح له ممكن مثلا الشخص انه يفطر ياخذ تمره عند الافطار اذا كان في رقم سكر نازل انه ترفع له اياه الى حد ما، ولكن المشروبات الغنيه بالسكريات ممنوعه. مثل ما ذكرنا تقسيم الوجبات وتناول الدواء بشكل دقيق اضافه لمراقبه سكر دقيقه خلال نهار الصيام. تمام. الشخص السكري لازم يراقب سكره بالفتره الاولى للصيام، الساعات الاولى خلال الساعه 8 ل 10 صباحا لازم يكون في عندنا رقم سكر، الساعه 2 3 الظهر لازم يكون في عندنا رقم تحليل سكر، قبيل الافطار الساعه 6 في عندنا تحليل، وبعد الافطار في تحليل، وقبل السحور في تحليل. فنحن هون مثل ما عم نشوف الشخص السكري بده يكون دقيق جدا صحيح. مراقب بشكل دقيق لرقم السكر نعم. حسب هالرقم هذا نحن بدنا نعدل بوجباتنا نعم. ونعدل بأدويتنا أو نطلب قطع الصيام وإيقاف الصيام. نعم، يمكن هدول المعلومات دكتورة حكيتيها في حال ما التزم مريض السكري بالتعليمات يلي نحن ممكن نفيده فيها. مثل ما بنعرف العصائر قلنا ممنوعة قطعا، ممكن يستبدلها بعصائر طبيعية مثل عصير البرتقال أو ولا لا خلاص العصائر خلينا نحن نشيل حتى لو إنه هي عصائر طبيعية. مثل ما بنذكر دائما لحمية الشخص السكري إنه حتى العصير الطبيعي هو تماما. هو غني بالسكريات فيه. حتى لو لم يضاف له العصير الاضافي السكر الاضافي فلذلك العصائر بالمطلق هي ممنوعه. نحن بنسمح بقطعه فواكه، بنسمح بقطعه فاكهه بتحل محل كاسه العصير، بس الماء ما بدنا نبخل فيه ابدا، شرب الماء كثير مهم، واخذ المشروبات الثانيه مثل الزهورات والشاي الاخضر وهدول المشروبات ممكن تساعد الشخص على اخذ السوائل. خلينا نحكي عن الحلو، يعني ممنوع منعا باتا انه ياكلوا حلو، بس ممكن يشتهي قطعه او قطعتين، خلينا نحكي اذا ولا بد مريض السكري اشتهى انه ياكل حلو شو لازم يعمل بعدها؟ بيقولوا لازم يمشي منيح، مثلا اذا اكل قطعه صغيره لازم يمشي ساعه
يعني قديش الحد المسموح ياكل؟ معلش نحن بس خلينا نعطيهم شوية هيك أمل إنه ولا أكل الحلو. هلا هو مو قصة إنه نعطي أمل أو ما نعطي أمل، نحن في ممنوع يعني رغم انه هو حتى لو مشي حتى لو بذل طاقه ما معناته انا بدي اكل الحلو وابذل طاقه لحتى ينزل. نحن سمحنا بالتمر قطعه، سمحنا بقطعه الفاكهه، يعني ممكن نسمح ببعض الحلويات المصنوعه بالمنزل وقليله السكريات، اما الحلو اللي فيه السكر الصافي القطر وهي الحلويات الغنيه جدا بالسكريات تعود باذى كبير على مريض السكر، فما انه صح ابدا انه ياخذ حلو ويمشي ابدا، يعني هي نظريه خاطئه وما بنسمح فيها. حتى الشخص اللي بالايام العاديه لو كان عم ياخذ انسولين هو مثلا بيقول بدي اكل وبزيد الانسولين كمان، هذا خطا. يعني البرنامج الغذائي للمريض السكري لازم الالتزام فيه، الممنوع ممنوع، الحلو الصافي، السكريات البسيطه ممنوعه. بس عند هذا الشخص اللي عم يصوم نحن عم نسمح بشيء من النشويات المعقدة السكريات المعقدة، يعني لازم ياخذ الخبز الأسمر لأنه خلال النهار بيشعروا بالشبع ما بيخليه يشعر بالجوع، البرغل الشوفان البرغل الشيء النشويات معقدة بيصير تحررها بشكل بطيء بتعطي السكر للجسم وما بتخليه يشعر بالجوع الشديد. فانه ناكل سكر ويمشي اكيد لا، ما انه شيء صح، ما صح ولا ممنوع ياكل ولا اي شيء. عم ياكل الفاكهه قطعه الفاكهه ممكن يعني هي بتعوض عن اي حلو ثاني او تمام. حلويات قليله السكريات او مصنوعه بالمحليات اللي مسموحه لمريض السكري وبكميه قليله بالمنزل. يمكن عادات عم بيقوموا فيها ليا انه بياكلوا السكر اللي بدهم اياه بعدين يلا بناخذ حبات سكري يعني انه اي او الانسولين تماما، يعني العادات الخاطئه لاي درجة ممكن غير انه يتوقف عن الصيام تؤدي لحالات خطيرة في حال كان صائم طبعاً. يعني بنشوف كثير انه نقلوه على المشفى صار عنده ارتفاع مفاجئ بالسكر نتيجة عادات خاطئة بيقوم فيها، انه اي ممكن ينزل السكر بعد ما ياخذ الحبة اكيد اكيد، ولكن مع المدى هو غلط اكيد. يعني كل هذا اللي عم نحكيه نحن انه بدي اكل حلو اخذ دواء السكر خطأ، لا، لانه انت محطوط لك نظام معين للتغذيه بدك تضل مستمر عليه مع نظام الادويه اللي عم تستخدمها. الارتفاع الشديد بارقام السكر او الهبوط الشديد بارقام السكر، يعني مثل ما عم تذكروا حضرتكم انه في عندنا بعض الاشخاص بيحبوا ياكلوا الحلو بيقولوا بنعمل هيك، في اشخاص بالعكس يعني حتى الكميه اللي نحن سامحين لهم فيها ببالغوا انه نحن ما بدنا ناكلها، نحن بدنا نخفف لانه بدنا نظبط السكر اكثر، كمان هذا غير مسموح. فلذلك لا يسمح بزياده شديده ولا بانقاص شديد، نحن بدنا نحافظ على مستوى معين من السكر لحتى نقدر نبتعد عن كل شيء اختلاطات ممكن تصير عندنا، ومثل ما بتعرفوا يعني اختلاطات السكري تشمل الجسم كل الجسم، فلذلك بنبعده عن المبالغه بتناول السكريات او الانقاص من كميه الادويه الغذاء اللي نحن سامحين فيها للمريض. هلا اذا بدنا نرجع نقول شو بنسمح بشكل كبير للشخص انه ياخذ خلال رمضان خلال الصيام، الخضار، الخضار لازم ابدا ما يبخل فيها، لازم صحن الخضروات يكون صحن خاصة اساسي. هلا الخيار والبندوره الخضره الطازجه الخضرة الطازجة صحن أساسي على مائدة الإفطار لازم تكون، مثل ما بتعرفوا هي بتزوده بالمعادن والفيتامينات الضرورية، بتعطيه السوائل الكافية لجسمه ممكن، فصحن الخضار يكون حريص على إنه يكون أساسي. خل التفاح شو وضعه بالنسبة للصائم؟ ضمن السلطة، ضمن التفتوش إذا استخدمه أكيد هو مفيد. مفيد. تماما. نعم. دكتورة بالختام بس خلينا نرجع نعيد، نحن فينا نعمل بعد الفطور بساعة تحليل السكر او لازم نعمله قبل ما نفطر ولا ايمت لازم نعمل تحليل السكر؟ خلينا بس نرجع ننوه عليها هي الفكرة. الارقام اللي لازم يعملها التحاليل لازم يعملها الشخص السكري خاصه بالفتره الاولى للصيام بعد حوالي الساعه 8 ل 10 صباحا، حوالي الساعه 2 ل 3 ظهرا، حوالي الساعه 6 مساء، والساعه بعد ساعتين من الافطار. بعد ساعتين هدول كثير مهمين اخبار الطبيب فيهم لحتى يتم تعديل نظام الادويه ونظام الطعام، ولحتى نقدر نتجاوز اي خطا ممكن يصير، اي نوبه نقص سكر او نوبه ارتفاع سكر تصيب الشخص السكري، اضافه لمراقبه في حال صام الشخص مثلا اسبوع
10 ايام لازم نراقب شيء بنسميه وظائف الكليه، لانه التجفاف الشديد ممكن ياثر لنا على وظائف الكليه، فلازم نعمل تحليل للبوله والكرياتينين ونخبر طبيبنا فيه، ويضل دائما مريض السكري على تواصل مع الطبيب السكري لحتى يقدر يقيم له صيامه، يقيم له حالته الصحيه خلال ايام الصيام. نعم، لكن بالختام بدنا نتشكرك دكتوره على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، شكرا كثير لك دكتوره لما حديت. شكرا. شكرا لكم، يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتوره، بدنا نتمنى لك هيك ان شاء الله صيام خفيف شوي العبء وافطار شهي، وان شاء الله المعلومات اللي قدمتيها لكل مرضى السكري يقدروا يستفيدوا منها، اكيد مرجوعه لصحتهم لهم مو لشيء ثاني.